انا بالنسبه لي اصعب مشاهد هي المشاهد اللي ما كنتش بتكلم فيها، اللي كنت بظهر قطيف، عشان انت بتستخدمي ادواتك انت كممثل، مش بتتكلمي، بتعبري بكلام، فهو وشك بس هو اللي بيتكلم. دي كانت صعبه قوي. ومشهد مع استاذ لوسي النهارده كان مشهد صعب جدا. ده كان مشهد صعب بالنسبه لي، لما وليد قابل هند وهند بتهدده لو ما جيتش معايا انا هاذيك. فهنا بتكشف الكاركتر كله اللي انت شغال عليه بقالك فتره، وفي نفس الوقت بتبيني ملخص 3 سنين من عماد لوليد ليه بقى يوصل للشكل ده. ايه التحول الغريب بين عماد لوليد ده؟ ايه اللي حصل؟ يعني ده هل وليد ده انسان وعماد ده كان جن ولا ايه؟ يعني الجمهور دايما بيسال عن الاسئله دي عن الكوميدي. عماد شخص خسر نفسه لما بقى نفسه للشيطان. وليد هو فرصه تانية لعماد، والفرصه التانية ان هو بيحاول يكفر عن ذنبه بكل الطرق. ووليد مش بني ادم. وليد قرين مثلا، ما اعرفش بقى، مش لازم التفاصيل دي. اصل فعلا، اصل ليه نروح للتفاصيل دي؟ هو كل بني ادم محتاج فرصه ثانيه. وليد رجع بفرصه ثانيه، يعني الصابر ظهر ان هو ليه قرين. بالظبط. لا مش قرين اكيد، عشان هو قرين ليه ده عماد اتحرق وراح خلاص. خلاص. فممكن يكون وليد رجع، او ممكن يكون عماد ده كان جن، ممكن وليد ده كان رجع بجن ثاني. التفصيله دي انا مش حابب اتكلم عليه، بس انا حابب اتكلم على فكره ان وليد هو الفرصه الثانيه لعماد، وظهر عشان يساعد. وفي اخر حلقه هتعرفي ان وليد ده جاي يعمل ايه. وليد ده جه عشان يكفر عن كل ذنوبه اللي عملها عماد قبل كده، وجاي عشان يساعد صابر بكل الطرق، عشان حاسس انه ظلم صابر عبد الله السنين اللي فاتت. تمام. شايف ان الانسان ايه اللي يخليه ان هو يوصل لدرجه ان هو يبقى زي ان زي عماد كده الجن اتمكن منه؟ ده في ناس كتيره حوالينا كده، في ناس كتيره حوالينا. انا قابلت ناس بالشكل ده، في ناس كتيره بتخسر قناعاتها ودينها وكل التفاصيل، ان هم بيتبعوا، اعوذ بالله العلي العظيم يا رب من كده، من بيتبعوا اشياء من مطلق ان الاشياء دي هتنجحهم، والناس دي بتخسر حياتها. من سحر فقد كفر. ناس كتيره بتسحر لنفسها عشان توصل لحاجات كتيره، وكل نهاياتهم بيموتوا اسوء الميته، وبيموتوا على مرض، وبيموتوا في ذل، وبيموتوا بشكل بيندموا في الدنيا وفي الآخرة.